السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مشاهدينا ومتابعينا على قناتي لقناة اليوتيوب محمد فرحات أبو عدي. طبعا يا جماعة النهاردة هيكون حلقة مهمة جدا شوية، أول مرة أشوفها في حياتي، أول مرة أشوفها في حياتي. اللي بيحصل في الفيديو دوت حاجة غريبة جدا جدا يا جماعة، بصراحة أول مرة أشوفها، بصراحة أول مرة أشوفها، حاجة يعني خارج العقل خالص، يعني حاجة ما العقل ما يستوعبهاش. اللي بيحصل مع الشخص والكلب، اللي بيحصل مع الشخص والكلب. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهاردة، فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. ويا جماعة بعد إذن حضراتكم، بعد إذن حضراتكم، عايزين شير للفيديوهات على قد ما نقدر عشان خاطر القناة واقفة خالص، الكلام واقفه خالص، ومش قادرين نقدم معلومات ولا قادرين نعمل اي حاجه، لان معظم الناس كتير حتى المشتركين معانا ما بيشوفوش الفيديوهات علشان الامور واقفه خالص بالنسبه للقناه. تعتبر الفيديوهات يعني كل حاجه فيها واقفه، بالنسبه للفيديوهات، بالنسبه للمشتركين، كل حاجه فيها واقفه. فيا جماعه فضلا وليس امرا، رجاء انك تشيروا الفيديوهات، تمام؟ عايزين الناس اللي بتخش تعمل مشاهده يا ريت تعمل لنا لايك، عشان كتر اللايكات بتخلي الفيديوهات تبتدي تنتشر والكل يشوفها باذن الله تعالى، وتبتدي القناه تشتغل ونحس ان في دعم من حضراتكم، فنبتدي يبقى في روح معنويه ان نعرف نشتغل ونقدم معلومات ونقدم حاجات كويسه جدا 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 ومفيده لنا وللجميع باذن الله تعالى. فيديو النهارده يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه حاجة زي ما احنا قلنا، حاجة ما يستوعبهاش العقل، حاجة ما يستوعبهاش العقل خالص. بمعنى يعني شفنا كلب بيهاجم حد، شفنا كلب بيعض حد، شفنا حاجات كتير بالنسبة للكلاب، لكن الغريب، الغريب الحاجة اللي هي زي ما انا بقول لحضراتكم حاجة ما يستوعبهاش العقل خالص خالص نهائي، ان كلب بيتبول يمسك سنجل صاحبه. طبعا انتوا محمد بيقول ايه؟ كلب بيتبول يمسك سنجة لصاحبه ويضربه بيها، فالسنجة تقوم تقع من بق الكلب، الكلب يوطي عليها ويجيبها تاني جري ويضرب صاحبه بيها. يعني حاجة أنا لحد وقتنا هذا الفيديو لما شفته يا جماعة كررت مرة واتنين وتلاتة وأربعة بتفرج عليه، أنا مش مستوعب خالص إيه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل وايه السلوكيات بتاعت الكلب اللي وصلته لكده. هنتكلم فيها في فيديو جاي باذن الله تعالى، او في فيديوهات جايه مع حضراتكم، بس عايزين نوريكم الفيديو اللي بيحصل. يعني حاجه يعني شفتها استغربت لها، حاجه استغربت لها، ان صاحب الكلب بيكلم الكلب والكلب ماسك السنجه ببقه يا جماعه وعمال يضرب في صاحبه. صاحبه لولا ان هو حاطط صداده كده حديد والكلب عمال يضربه جامد بيها، لولا ان حاطط صداره حديد كان الشخص ده صاحب الكلب اتعور واتبهدل جامد جدا، عمال يضرب بيه. طلع على السرير، الكلب راح عليه برضه ويضربه بيها. يعني ما لو تدريب، مش التدريب مش هيوصله للدرجه دي، يعني غريبه شويه، غريبه شويتين ثلاثه. فصاحبه ينط من على السرير خايف من الكلب وماسك له الحديده وبيدافع عن نفسه، الكلب تقوم جاي تقع منه السنجه من بقه كده يعني بالغصب، الكلب يوطي جري ويشيلها تاني ويرد يزوم على صاحبه علشان ما يقرب لهاش، او الله اعلم مش صاحبه، مش عارفين بقى الدنيا فيها ايه، تمام. ويقوم جاي موطي تاني على جماعه على السنجه ماسكها تاني ببقه او السيف ويضرب تاني صاحبه، لولا ان هو معاه الحديده دي يا جماعه اللي هو بيحوش بيها او بيدافع بيها عن نفسه، بالتالي كان اتعور، بيتهيألي كان اتعور، كان زمانه اتمزع. فدي اول حاجه انا عقلي ما استوعبهاش، فيا ريت بقى انتوا برضو تستوعبوها، زي انا يعني مش مجمعه معايا خالص. يعني كلب زي ما احنا بنقول يعض صاحبه ويجري ورا حد، دي تعديل سلوكيات، حاجات كتيره جدا بتحصل، لكن كلب يمسك سنجه ولا يمسك سيف ويخش على بني ادم، على شخص ويضربه بيها اكنه في عركه وفي خناقه، فدي حاجه غريبه جدا يا جماعه، دي حاجة غريبة جدا. أسيبكم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة، بس ما تنسوش الاشتراكات واللايكات
اقدر احفظ مايكل والحركات، تمام؟ عايزين يا جماعه اكتر عدد من الناس تشترك، عايزين نفعل القناه، عايزين نشتغل يا جماعه، لان فعلا القناه واقفه. فاتمنى من حضراتكم، اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان خاطر نقدر نقدم فيديوهات جديده باذن الله تعالى. اسيبكم مع الفيديو عشان ما نطولش معاكم اكتر من كده، وهنبتدي باذن الله تعالى في الفيديوهات الجايه هنقول ايه اللي بيحصل وايه السلوكيات وتصحيح الحاجات اللي بتحصل دي كلها يا جماعه باذن الله تعالى. هسيبكم مع الفيديو. Luis, a las que